يبدو أن شهر العسل في العلاقات الإيرانية الأمريكية بدأ يثمر، فالسلطات الإيرانية أزالت بعض الشعارات المعادية لأمريكا مع اقتراب الذكرى 34 لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران، شعارات لطالما ميزت الاحتفال بهذه الذكرى، لا سيما شعار تسقط أمريكا. مع اقتراب الذكرى 34 لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران، تبقى الشعارات المعادية لأمريكا هي نفسها لكن بأعداد أقل. فالذكرى هذا العام تحل في وقت تشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية تقاربا غير مسبوق، بدأ منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني وتوج باتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تقارب دفع بالسلطات الإيرانية إلى إزالة بعض الشعارات التي كانت تعتبر من أهم مظاهر إحياء ذكرى اقتحام السفارة في 4 نوفمبر عام 1979 واحتجاز رهائن أمريكيين من موظفي السفارة، مبادرة يبدو أنها تأتي في سياق ما لمح إليه روحاني خلال حديث له في شهر أغسطس الماضي. إذا تصرفت أمريكا بنية حسنة على أساس الاحترام المتبادل وبدون أجندات مخفية ضد إيران، فإن الطريق نحو التعاون سيكون معبدا. لكن تغير لهجة الخطاب الإيراني إزاء أمريكا يتراوح بين شد وجذب، فهناك من يرى أن الولايات المتحدة ما زالت تستخدم نفس لغة التهديد مع إيران. شعار تسقط أمريكا هو أحد شعاراتنا الأساسية، وطالما ينظر الأمريكيون إلى أمتنا وبلدنا ومصالحنا الوطنية بتعجرف وفرض الهيمنة والعقوبات وتهديدنا، فبالتأكيد سنبقي هذا الشعار. إزالة بعض الشعارات المعادية لأمريكا ينظر إليها كمبادرة صداقة إيرانية رغم وجود بعض الاعتراض، وهي إن نجحت فقد تتحول أمريكا في نظر النظام الإيراني من شيطان أكبر إلى صديق لدود بداية، ولاحقا ربما أكثر. حسين الطود، العربية. كاميليا، من الواضح أننا بدأنا نقطف أول ثمرة من هذا التقارب الأمريكي الإيراني. علقي في البداية على هذه الخطوة، نزع الشعارات المعادية لأمريكا. يجب أن لا نأخذ الأمر بهذه الجدية، وعلى رغم من تقليلها وهذه الأنشيدة ضد أمريكا، فالمحافظين وكل هؤلاء الذين يقفون ضد علاقات إيران مع الولايات المتحدة فسيكررونها ويعيدونها ويجعلون منها أكبر. ظريفة قال أشياء مثيرة يوم أمس في تركيا، وسألوه عن مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة ويرغب بشكل ما وضع عقوبات جديدة وهي معادية لعلاقات الأمريكية الإيرانية وما رأيه بها، فقال لست مهتما بالتدخل في المسائل الوطنية للولايات المتحدة والمحلية، وكذلك يجب أن نفكر من الولايات المتحدة لا يهمها أي مشاكل محلية في إيران وحتى تلك الشعارات المعادية لأمريكا. وإذا ما ذهبت إلى أي مواطن إيراني اليوم فتلك الشعارات لا تعني أي شيء بالنسبة لهم، وأنا كإيرانية فكل هؤلاء حتى السياسيين في الحكومة الأمريكية فهناك الكثير ما يقولونه، ولكنهم بالتأكيد هؤلاء الإيرانيين يرغبون بالسفر إلى الولايات المتحدة، وكلما تسنت لهم الفرصة فيولدون حتى أطفالهم هناك للحصول على جوازات أمريكية. والرئيس روحاني ابن أخيه هو في الولايات المتحدة، وكأنما الأرض خصبة لتحسين العلاقات بين البلدين، والأمر لم يعد حول معاداتهم لأي شيء في أمريكا، بل هم ضد بعض الأشياء التي يؤمنون بأنها كانت معادية لإيران أو كانت تساند ملك إيران الماضي، ولكن تلك الأيام ولت. والرئيس أوباما لديه مبادرة جيدة لتحسين هذه العلاقة، وأعتقد بأن الرئيس أوباما يجازف بمستقبله المهني من خلال دفع مجلس الشيوخ للوراء وعدم وضع عقوبات جديدة، ليرى كيف تسري المفاوضات، وخاصة يوم الاثنين وهو ذكرى احتلال السفارة الأمريكية. والأهم للولايات المتحدة هو محادثات جنيفا بين إيران ومجموعة 5+1. من هذه النقطة كاميليا يدفعني أيضا إلى سؤال، ماذا عن المحافظين؟ كيف سيتعاملون مع هذه الخطوة وهذا التقارب، وخصوصا أنهم يعني ربوا على كرههم لإيران؟ فكيف ستتعامل الحكومة مع نزع هذه الشعارات، وخصوصا كما ذكرتي بأننا على مقربة من ذكرى 34 لاقتحام السفارة الأمريكية؟
المحافظين في إيران تعني إذا آية الله خامنئي لم يدعم أي من هذه المفاوضات فذلك بوضوح سيكون إدانة علنية وما قاله قبل بضعة أسابيع وترك مجالا إذا ما فشلت المفاوضات بين مجموعة 5+1 وإيران ولم يصلوا إلى أي اتفاق فسيدعي ربما يقول بأنني كنت أعرف ذلك وهو معروف الولايات المتحدة بكسر وعودها وكعلامة جيدة فمجموعة مرتبطة بميليشيا صغيرة مرتبطة بالحرس الثوري لديها شعارات في طهران وقالوا لا نستطيع أن نثق بالولايات المتحدة والولايات المتحدة الشيطان الأكبر وغيرها فقد نزعت هذه الملصقات من شوارع إيران من قبل البلدية إذا ما لم يكن هنالك أي دعم من النظام لهذه المفاوضات فإن هذه الملصقات كانت ستكون لا تزال معلقة وربما السؤال في إيران حول سبب نزعها وأنا أؤمن بأن هنالك إحساس جيد للمبادرة في الحكومة كاميليا انتخابي فرد الباحثة في الشأن الإيراني شكرا لتواجدك معنا في هذه النشرة